بمثل ده مش هتبقى صعبة في تقمص الأرقام. تقمص الدور. يلا المعلم مصري. لا لا المعلم طربوش. الشكل اللي انا لابسه. اصحى يا دمك ما تهزرش يا اسطى لو سمحت، يا اسطى لو سمحت خليك حكيم، تكمل على كتير قوي من شخصيتك. يا عم حلو يا عم الفيديوهات دي هتنزل كواليس. يا عم كواليس احنا ما بننزلش، انت ما بتنزلش فيديوهات اصلا، ما تنرفزنيش بقى، ركز معايا. يا عم خدها ونزلها يا عم، ماشي يلا. قمص دور الحكيم الله يسترك. حاضر. اصحى سعيد والله دوست غلط. يلا دخلك يا دجرة. انا اقسم بالله انت دخلتك انا جابت لي كميه افكار احطها في الدخله. يا نهار اسود، بدايه زي سنيجا لحد مش فاكر. دخل ده واحد يا اسطى شايبوه يا اسطى، واحد دخل باين، عايزك تعرف بس هو عنده عزه ماشي، عايزك تحفظ كده. يلا يلا يلا. المعلم مصري. ما بك يا شايبوه، انت عرفت اسمي منين يا معلم مصري؟ ينفع اقعد احكي لك حاجه؟ يا ابن الهني الهني يا اسطى، انت قدرت تفك اسمي منين؟ كنت اقول لك ما باين على شكلك. يخرب بيت سنينك، اتصحصح معايا يا اسطى، اقسم بالله كانت جامد. يلا يلا. المعلم مصري؟ ما بك يا شايبو؟ ايه ده؟ بقول لك انا مش، انا بقول لك انت اسمك مين؟ ما تعرفش اسمي يا اسطى، انت ما بتعرفنيش، قول لي انت مين يا اسطى؟ قول لي انت ايه اللي جت في بالي يخرب بيت سنينك؟ يا معلم يا اسطى، انا اكيد هبقى عارف. لا معلش يا عم، انت معلم مش كاهن. مش بالله عليك يا اسطى، انت ما بتعرفنيش يا اسطى، انت ما بتعرفنيش معلم. ماشي. المعلم مصري؟ من انت يا صاحبي؟ انا اللي تلميذك علم على قفايا. كيف يعقل هذا؟ انا ليس لدي تلاميذ. لا ليه؟ ينفع اقعد احكي لك؟ تفضل يا اخي. يا معلم انا اتهزقت قوي وتهنت من حته التلميذ عندك. ما اسمه هذا التلميذ؟ ما حتى ما قاليش اسمه، بس كل اللي ادهوني ادهولك. تحدث يا بني، ماذا اداك؟ نقطع هنا. ثانيه ضحك. طب معلش بقى، لا مؤاخذه دلوقتي. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده. انا دلوقتي عايز نتكلم عربيه فصحى ولا نتكلم عادي؟ لا انا معلم عادي، فانا بتكلم عربيه فصحى. ماشي، انا هخلط في الاثنين. معلش يا مصطفى، انا عيد تاني. مش هخلط براحتك، في مدرس عربي هيراجع ورانا. تعال نختار مصطفى اسم يا عم نسميه صاصا وخلاص. اسم طري قوي. ايه الاسم ده يعني؟ واحد شايبوب والمعلم صاصا. نسميه كروان. نسميه كروان يا اسطى، نخلي مصطفى يطلع معانا يغني بعد كده. تيجي تبص بصه وتطلع بره. في معلم قلع ولا حاجه. المعلم مصري؟ من انت؟ أنا اللي اتضربت على إيد تلميذك. تلميذي؟ أيعقل؟ وكيف هذا؟ أنا ليس لدي تلاميذ. إزاي بقى؟ ينفع أقعد أحكي لك؟ تفضل. يا معلم أنا اتطردت من قبيلتي بسبب هذه الإهانة، ورموني بالطوب. أنا يرموني بالطوب؟ أنا اللي كان الكل بيحلف بجمالي. بص حتى اتفرج يا صاحبي. إنني أرى يا فتى، إنني أرى. تفضل أكمل. أنا اللي كان الكل بيحلف بشجاعتي، وكنت بجيب الحقوق لأصحابها. يحصل فيها كده، يجي تلميذ عندك يعمل فيها كده، يضربني ويو على قفايا قدام قبيلتي. العيال الصغيره بقوا يرموني بالطوب ويقولوا لي يا قرد. أليس عندهم حق؟ ده انت يا معلم. على العموم انا كنت جاي عشان تساعدني، بس شكلك هتتريق عليا. كيف عندك يا ولد؟ من الان انت تلميذي، سأعلمك واجعلك تاخذ حقك بيدي. بجد؟ هل انت مستعد؟ مستعد للمخاطره بحياتك؟ مستعد. اذا هيا بنا. ثانيه واحده يا معلم، ثانيه واحده، لازم السر ده يفضل ما بيننا. انا مش عايز قابلتي تعرف حاجه. ولماذا؟ لازم احطهولك في ازازه. سجنوني ما بينهم ازازه. يلا يا ولد انا بحرشهالك. لازم الموضوع ده يفضل سر ما بيننا يا معلم. اذا فهو كذلك. يلا الراجل الغلبان، يلا تاجر الكليه. اركب الريح يا بلبل، ما تتعبش معلمك معاك. فين يا معلمي؟ انا لم اراك. انا امامك ايها الاعمى، ستصبح اعمى واسود في نفس الوقت. ما هذا الكرف يا معلمي؟ لا احب التريقه على بشرتك، انها بشره حساسه وانا اعتني بها كثيرا. انا هخليك تتكلم مع سحره الودي عشان تديك جرس عبد الهادي. انا ودوني عند الراجل ابن ده تاني. خلاص هو بقى هادي دلوقتي عشان احنا رحنا قعدنا. ما اعتقدش يا معلمي انه يطعم في شرفي. يا راجل اهدى يا ابني.
طب اضربني. هتضرب معلم يا ابن ال يا ابن العال. ما انا مش عايز اقتله. خلي بالك انت اللعبه هنا لو قتلت الام بي سي ما بيرجعوش تاني يا معلمي. انه يتعنى ماذا سنفعل؟ تعال اقعد. تعال هذا ليس وقته يا معلمي. تعال اقعد يلا هو دلوقتي يا معلمي. ما تقولش كده قدامه. جاي تضربنا ولا ايه يا عم؟ يا عم امشي يا عم. اه منبه يا معلمي. منبه منبه يا معلمي. يا اسطى بس مضطر اقتلك. يا دين امي. انا اسف يا اسطى. يا دين امي. ما هذه القوه يا معلمي؟ قوة زغلول. احنا نروح نقضي الليل بتاعنا هناك وبعد كده نرجع هنا تاني بالتليبورت. السلام عليكم. ايه ده؟ في ايه؟ في حد تف عليا يا ولاد؟ تف على المعلم يا معلمي. ما هذه الاضواء؟ اضواء المدينه. اهي من كتاب الاضواء. يا معلمي رجلك ناعمه قوي يا معلمي. يا ولا عيب يا ولا. انت طلعت معلمتي مش معانا. لا ما مش هيبان. هاخد لحظه من معلمي. تقول ايه؟ بقول لك ايه؟ هديك بدرع لو مسكت. شايف الدرع ده؟ انها مزحه. انا تحب وان تمزح. امزح الازاز. انهم يقولون ادبهم. سمع ناس كتير بتزعق عندك. بيضربوني يا معلمي. اتفرج عليا يا معلمي. قول لهم انا تبع المعلم رشدان. يلا. ما هم شكلهم رشدان اصلا. مبدئيا احنا هنروح نقابل المز اللي في البيت. تعال نروح نقابل ساحره الوادي. رائع يا سيدي انك تركب الحنطور وتتحنطر. نصيحه لك انك ما تقفش خالص وتكمل جري. يا ساتر يا فك اعصار يرد تدميري. كمل جري برضه. في ناس بتنط علينا من فوق. كمل جري. كمل جري يا شباب. ما هذا؟ تعلمني الجري نص الجدعانه. خده بكرباجي. هتمي دادي. هتمي دادي. هتمي مور. في معلم يقول لك هتمي دادي. يلا ما انا اللي ماخد كرباج. انا اللي بهت. تعالى كده ارمي لك سلاح. بس الاول عايزين نلاقي لمبه نقعد عليها. يا الهي من الذي يتجرأ ويضرب معلمي؟ يا ولد خد السيف ده. مستو ان هو سيف يضرب زي السيف في نفس الوقت بيتحول لكرباج. مش ده بتاع الموز يا سيدي؟ اذا انا سرقت يا سيدي صفاره المطايا ليست معي. لا ما ينفعش تستخدمها. احنا رايحين نحارب البوس الباك باس. بس انني ارتجف. انني ارتجف. انني خائف. يلا ارمي لك سلاح. يلا انني خائف. استرجل استرجل يا ابن المرض. اكبش. لا لا انت ذهب يا سيدي. انني خائف. انا مستواي ضعيف جدا. انا لا ادرب النساء. يجب ان تصبح رجلا كي تأخذ حقك بيدك. ترجع لقبيلتك رفع رأسك. أيها الحيوان الضال الأسود. لا تركبني بالأسود. هل أنت رجل أم قرد؟ غوريلا. إذا هي منا. هذا صحيح. نعم أعطيته لك. إنه سيف الملك توت عنخ آمون. توت عنخ آمون من اللعبة في اللعبة. توت عنخ الباز. لا أين نحن ذاهبون؟ إني خائف. يا إله. يا معلم. نجس من يد يا ابن الوخ. لا انزل. يا ابن انت معلم محترم. ما ينفعش تقول كده. بيقول لي نجس. شكله مخيف يا سيد. انها مجرد بص صغير. أي. ما هذه الفس الكبيرة؟ لماذا معك ماء؟ اسمه مرجة النجمة. اجري يا زيدي. حاسبوا لي سيبوا يا ماسكوا لي. حاسب يلا انا بتضرب عشان اضربه. يا لهوي العاني يا زيدي. يا زيدي يا سيدي يا ابو الدم على طف. لا لا ما تاخرليش ضربتك. هزعلك. انا كل ده مش عايز اضربه جامد على فكره. اتخاف على مشاعره. انجز يا معلمي. لا اذا ارجع لورا. بقول لك ارجع لورا. يا معلمي ارجع لورا. طب يا معلمي. يا معلمي اهم حاجه الباري. انا ما كنتش عايز اضربك بقى. انت اضطرتني. يا الهي. لا هوي سريع يا سامحنا عني يا معلم. يا معلم. المعلم بيتان. المعلم بيتان. يا مصطفى تعال العالم. تعالوا تعالوا يا نهار اسود. انا قلت لك انا مش عايز اضربك. عدو عظيم. مين يا عم التعبان؟ بيقول لك افضل فاكرك. رد على الرد. عندك هنا عمو النحات. عندك هنا العاهره بتاعت مصر. بجد؟ جريتنج جريتنج. احب اقول لك انها ما بتملهاش في الحي. ايه؟ دعها تحتضنك؟ احضنها يا اسطى. مش هتعضك ما تخافش. هتديك بس بتاع بتنقص دمك. يا راجل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس حضنها دافي وجميل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ابعد عني يا مرة. انت شايف اللي بيحصل ده؟ يا نهار اسود. ايه يا عم القرف؟
لقيتها وحش. انت هتخليني احارب حد دلوقتي يا معلمي؟ متاكد؟ اجل يا الهي يا الهي، ما هذا ما هذا؟ انه عن تير المحل ده، ده بيركع لي. ها وقفة الشرف يا دين امي، ده انا اجيب لك بقى ذئاب. يا نهار اسود يا نهار اسود امي. انه يعطيك لكنك اجل. انت لها يا شايلين، لا يا فهد ما زلت لها يا شايلين. ايه ده خمامة معلمي ينسحر. انها العرب يا ابن يا ابن يا العرب يا ابن يا ابن يا ابن يا عايز تقدر شايفوه من لكن ده بتفرق يا شايفوه. الان اصبحت قويا. لا يا معلمي لا قوي. ده مصري قوي. اه نهار اسود يعني لبسته الدرع ده ولا اعمل له ايه؟ بص بقى دي احنا عاملين عليها حفله. يلا يلا يا شمات يا شمات يا شمات يلا ادوله ادوله.